في شباب كتير مؤمنين بدورهم في المجتمع، وده بيحركهم بشكل اساسي ان هم يعملوا حاجات تفيد الشباب وتفيد المجتمع، زي حياتك وحياتنا. حياتك وحياتنا مجموعه عملت مؤتمرهم التاني تحت عنوان العلم بالعلم نحيا، وده بدايه من يوم الثلاث 7 ابريل لحد يوم الخميس 9 ابريل اللي هو النهارده في مكتبه مصر العامه بالدقهليه. مشاركتهم مع مكتبه مصر العامه في اطار دورهم التربوي من اجل تطوير العمليه التعليميه ورفع كفاءه المعلم. طبعا يعني حدث ولا حرج عن المشاكل في الموضوع ده، لكن هم عملوا لقاءات مفتوحه مع مستشارين ومتخصصين في مجال جوده وتطوير التعليم، بالاضافه لورش عمل مع العديد من المدربين. خلونا نتكلم عن فريق حياتك حياتنا وبدايات الفريق واهم اهدافه وازاي ممكن يخدموا الشباب والمجتمع. مشرفنا في الاستوديو سعاد ابراهيم مسؤول لجان فريق حياتك حياتنا، واستاذه جهاد عبد الغني مسؤول المؤتمر التربوي الثاني. اهلا بيكم منورين. اهلا بحضرتك. طبعا مشاكل التعليم عندنا في مصر يعني حدث ولا حرج، ولسه بنشوف في الفضائيات المدرس اللي مش عارف مين ضربه بايه، يعني حاجه الواحد حتى مش قادر يقول الموضوع حصل ازاي. لكن عندنا مشاكل كتير في التعليم. انتوا ليه كفريق قررتوا ان انتوا تركزوا في الموضوع ده، خصوصا انه يعني الشباب عندهم مشاكل كتير قوي بعد ما يخلصوا هم تعليم بقى بيدوروا على حياتهم؟ انتوا ليه فكرتوا في التعليم؟ مين يبتدي بقى يقول؟ اوكي سعيد. هو احنا بالنسبه للمشاكل الكتير قوي دي فاحنا شغالين فيها برضو. بالنسبه للمؤتمر بالعلم ناحيه ده كانت دي تاني سنه نعمله، يعني احنا عملناه مره من سنتين كان المؤتمر التربوي الاول وكان تحت شعار بالعلم نبني حياه، وده المؤتمر التربوي الثاني تحت شعار بالعلم ناحية. هي كانت المبادرة بدأت من خلال مشاركتنا احنا فريق حياتك وحياتنا مع المركز العربي. كلميني عن فريق حياتك وحياتنا الأول عشان نروح بقى منه للتعليم. خلاص اوكي. فريق حياتك وحياتنا احنا مبادرة شبابية انطلقت من حوالي 5 سنين تقريبا، يعني ان شاء الله 2024 الجاي هنكون كملنا 5 سنين. الفكره بدات بينا احنا مجموعه شبابيه بينا وبين بعض، كنا حابين ان احنا نعمل حاجه تفيد المجتمع، حاجه المجتمع يفيدها. جمعتوا زي فيسبوك بقى وبتاع ولا لا؟ كنا مشتركين مع بعض في اكتر من نشاط مجتمعي. فبدانا نتجمع مع بعض، كنا لسه ايامها طلبه في الجامعه معانا، كنا طلبه كتير في جامعات مختلفه. بدانا الموضوع بفكره، طب احنا عايزين نعمل حاجه، طب هنعمل ايه؟ بدانا نشوف ايه اللي المجتمع محتاجه اكتر، وبدانا بالفيسبوك. يعني احنا كنا عملنا بدانا بيج كده على الفيسبوك بس، وبعد كده نزلنا عملنا استبيان ونزلنا بيه جامعه المنصوره عشان نشوف ايه المشاكل اللي بتواجه الشباب. وبالفعل نزلنا بالاستبيان ده وجمعنا عدد من المشاكل زي التدخين والادمان. وكان كلكم من الدقهليه منصور؟ كلنا من الدقهليه. حاليا احنا عدينا الدقهليه بس اياميها كنا من الدقهليه. وبعد كده طبعا جت الثوره قامت، فطبعا كان موضوع التوعيه اللي احنا كنا عايزين نشتغل فيه كان مش مجاله شويه، فجينا لقينا ايام الثوره كانت طلعت انبثقت منها مبادرات كتير قوي، وكان طلع تاني يوم على طول كان كل الشباب بينزلوا ينظفوا الشوارع ويكنسوا كده، وبعدين تيجي بعدها بفتره كده بعدها باسبوع خلاص مش موجودين، يعني بيظهروا كده شويه ويختفوا تاني. فبدانا احنا نفكر طب هنعمل ايه. نزلنا قلنا لا احنا محتاجين ان احنا نوعي الشباب دي، نعلمهم يعني ايه اصلا عمل تطوعي، ازاي مشاركه، ازاي انا انزل اشتغل عمل ميداني واستمر فيه وافضل موجود فيه على طول. بدانا نعمل ده من خلال دليل تدريبي احنا اللي حاطينه برده احنا شباب، استعنا بس ببعض استخدمنا ماتيريالز تانية يعني بتاعت مدربين تانيين كانوا اساتذتنا في التدريب برضو. خدنا منها حاجات بسيطه، لكن بقيه الداتا احنا اللي جايبينها. حطينا التدريب ده هدفه ان هو بيأهل الشباب للعمل التطوعي والعمل الميداني. طبعا بندي فيه بعض المهارات الحياتيه زي تقدير الذات والعمل الجماعي والتواصل، وازاي ان انا ابقى عندي تخطيط جيد. طب خليني اقف عند النقطه دي والعمل التطوعي، وخليني اروح لجهاد اسالها على المؤتمر الثاني. انت مسؤول بتاع المؤتمر الثاني بالعلم ناحيه، كلميني عن المؤتمر وفكرته وعايزين توصلوا ايه للشباب. احنا حاليا احنا اسمنا حياتك وحياتنا الاعمال التطوعيه والتنمويه، يعني احنا ما بنعتمدش بس على جانب تطوعي، لا احنا كمان همنا قوي الجانب التنموي، ومن جانب التنموي اساسي جدا المدرسين والعلماء وكل الناس دي، لانه بيطلع جيل، هو ده الاساس، هو ده اللي بيشتغل معانا بعد كده، ده اللي بيبدأ الواجهه الاساسيه بتاعه المجتمع بتاعنا. فاحنا لقينا مشاكل كتير جدا في التعليم، فقلنا ازاي نحل الموضوع ده. بنجاح عملنا المؤتمر التربوي الاولاني بنجاحه، ده ساعد ان احنا نعمل مؤتمر تربوي. طب اهم نتائج المؤتمر الاولاني كانت ايه؟ كان اهم الاقبال اللي عليه، حسينا ان في ناس بدات تشتغل في بعض المدارس مع متابعتهم، في حاجات اتغيرت،
في مثلا طلبه لا ده المدرس مثلا قال لنا فكره حاجه مؤتمر، ان راح مؤتمر وحصل مثلا حاجه كويسه وفكره، طب نطبقها، طب نعملها على ارض الواقع. طيب بدا في فكر يتغير، بدا الناس تتلاقى في المجتمع. يعني احنا معانا في المجتمع في المؤتمر معانا ناس كتير ما شاء الله، مديرين، مواجهين، معلمين من كل الفئات. هل في دعم واخدينه من الحكومه من وزاره التعليم؟ لا لا لا، احنا تمويل ذاتي كفريق. تمام، كتمويل. لكن هل في دعم من الوزاره بتدعمكم، تبعت لكم ناس يعني في اي نوع من الدعم في ولا علاقات؟ في علاقات مع المديريه، احنا تحت رعايه مديريه التربيه والتعليم. بالتواصل معاهم، محافظة الدقهلية، بالتواصل معاهم قدرنا نوصل للمدارس دي بشكل رسمي، قدرنا نوفر الجوابات، قدرنا نوفر، يجي لنا كم كبير من الناس دي. وبدأنا كمان ده سهل لنا أمور كتير. تمام، معه لما احنا نتفق ونتعاون مع الجهات الرسمية ده بيساعد أكتر، لأن احنا ده الأساس بتاعنا إن هم يكونوا هم اللي يتطوروا، لأن ده بيساعدنا أكتر. تمام، فبالتالي احنا لما عملنا المؤتمر التربوي الثاني بصراحه، لما لقينا النطاق ما شاء الله كان القاعه بتاعتنا كومبليت من قبل ما المؤتمر يبدا، الناس معانا متخصصين في الجوده، دكتور خالد خلف، جالنا دكتور كمان في دكتور ايمان السيد في الاخصائي السلوكي والنفسي للمعلم والمدرس، كمان زي ما اهتمينا بالمعلم ان احنا نوصل له فكره ان هو يساعد الطلبه وازاي يوصل لهم بفكره، لا ساعد. جبنا كمان اتحاد الطلاب ان احنا نجيب طالب، انت محتاج ايه؟ انت محتاج من التعليم ايه؟ محتاج من مدرسك ازاي؟ محتاج يتعامل ازاي؟ اللي كل الاحلام اللي بنشوفها بره في البلاد المتقدمه اكيد نفسنا يبقى عندنا حاجه كتيره زي دي. انتوا بتشتغلوا؟ يعني عندكم شغل تاني ولا ده هو انتوا دراسه وفي شغل؟ انتوا لسه بتدرسوا؟ انا بدرس. تمام، طيب الشباب عموما يعني اول ما بيخلص دراسه او بيبقى في الدراسه خصوصا في الجامعه يعني بيبقى نفسه ان هو يشتغل، يشوف حياته، اللي عايز يتقدم مهنيا، اللي عايزه تتجوز. انتوا ليه فكرتوا ان انتوا تعملوا كده؟ يعني ليه فكرتوا في الاخرين قبل ما تفكروا في روحنا؟ ليه فكرنا في الاخرين قبل ما نفكر في روحنا؟ لان تفكيرنا في الاخرين وفي روحنا برضو خصوصا كان قبل الثوره كمان، يعني اللي هو ايه يعني يعني الموجه بتاعه المبادرات الشبابيه ظهرت بشكل اكبر بعد الثوره، لكن انتوا من قبل الثوره. من قبلها فعلا. هو الفكره ان انا علشان اساعد الاخرين زي ما حضرتك بتقول او اساعد نفسي، ده في الاخر خالص بيعود على المجتمع. ففكره ان انا بخدم حد او ان انا بخدم المجتمع دي اولا حاجه، يعني مثلا احنا ديننا بيحثنا عليها، كل الاديان السماويه بتحث على ده. يعني حضرتك لو اخذت بالك تلاقي كل الاديان السماويه بتدعوك ان انت تساعد غيرك، حب الخير لغيرك، حب الاخيك كما تحب لنفسك، غير كده وكده. احنا عاداتنا برضو كده، يعني احنا عاداتنا وتربينا على كده. حضرتك لو احنا مثلا حد فينا ماشي في الشارع ولقى حد كبير بيعدي بيروح تلقائيا كده بيروح يعديه. فبالتالي طبعا احنا لما نحاول نوصل ده للشباب ونحاول نوصل ده لاكبر قدر ممكن، بالتالي ده طبعا ده هيرتقي اكتر بالمجتمع. بالتالي لما المجتمع يرتقي ده برضه هيعود عليا انا بالرقي، غير ان احنا بنستفاد. يعني انا مثلا كل زياره احنا بنعملها سواء كانت مسنين، اورام، ايتام، بنروح مستشفى العباسيه هنا في القاهره، بنروح اماكن كتير، بننزل تدريبات، بندي ورش تنمويه، كل الحاجات دي بتفيدنا. يعني كل الحاجات دي احنا برضه بنتعلم منها. طيب انتوا لما فكرتوا تحطوا قواعد للعمل التطوعي وتدرسوها للشباب اعتمدتوا على ايه؟ يعني العمل التطوعي في الدنيا ليه قواعد معروفه، في جهات محدده بعينها هي اللي بتقوم بده وبيبقى في قواعد، انتوا اعتمدتوا على ايه؟ احنا اعتمدنا اول حاجه اساسي، يعني دي اول قاعده عندنا، ان احنا ملناش اي اتجاهات. تمام، احنا بره السياسه تمام، مالناش دعوه بالسياسه. اي اتجاه ايا كان، احنا مجموعه شباب كلنا مع بعض. برضه مالناش اي تمويل من اي جهه، غالبا مثلا لو جيت تمويل من رجل اعمال غالبا رجل اعمال ده بيبقى ليه اتجاه سياسي معين، منضم لحزب معين، ليه مثلا برضه اراء معينه، حابب يعمل دعايه لنفسه بشكل معين. فبالتالي طبعا احنا مش حابين التوجيه ده، فاحنا معتمدين على نفسنا من الاول. احنا كلنا شباب، قياداتنا كلها شبابيه، احنا كلنا كده مننا فينا، ما فيش معانا حد، يعني تقريبا اكبر حد فينا 27 سنه او 28 سنه. اعتمدنا ان احنا فكره ان احنا نحاول نوصل الخير او التطوع لاكبر قدر ممكن. يعني احنا دايما كده بنقول في مقوله كده دايما بنقولها اللي هو ايه، لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد. احنا بقى بنقول احنا يعني هنعلم اللي بيعلمك الصيد. اللي هو انا بدل لما مثلا هنزل مكان هاخد مثلا القريه كلها اعلمهم مثلا او اعمل لهم محو اميه، لا انا هاخد بس 30 فرد او 20 فرد، ال 20 فرد دول هيبداوا يوصلوا، كل واحد هيوصل في مكان مختلف، يوصل لحد يوصل برده. فكره الانتشار او الاستمرار.
مش ثقافه. بالنسبه بالعلم ناحيه، احنا عندنا مشاكل في التعليم لا ليها اول ولا ليها اخر. ايه اهم المشاكل اللي انتوا لمستوها وحاولتوا تطوروها في المؤتمرين اللي فات وبتاع السنه؟ تمام. اولا مشكله لما اتكلمنا على التعليم النشط والتعليم الحديث، ان احنا محتاجين نوصل المعلومه دي للناس، وازاي هم المدرسين يكونوا قادرين على تطبيق التعليم والجوده في المدارس بطريقه صحيحه. تمام. بدات المشاكل ان احنا لا، احنا محتاجين تدريبات، احنا محتاجين حد يوصل لنا الفكره صح. تمام. احنا محتاجين امكانيات ان احنا نطور الحاجه زي دي. بدانا ان احنا نوصل فكره فعلا للناس المسؤوله، في مدارس محتاجه حاجه زي دي عشان فعلا يتطبق بها بشكل صحيح، لان الفكره واخدنا جايلنا من بره، خدناها طبقناها بشكل ما، بس مش بالاساس، مش بالصح. ويا ريت بنطبق. ويا ريت. طب المناهج انتوا شفتوها ازاي؟ شفتوها يعني الدنيا جميله فيها ولا عندنا مشاكل في المناهج؟ لا، عندنا مشاكل كتير طبعا في المناهج، وده كمان اللي كان من اسئله كمان اتحاد الطلاب، ان هم عايزين يربطوا المنهج بسوق العمل. يعني انا ما اخدش منهج وافضل اقول حاجات كتير كتير واحفظها وكده، وفي الاخر ما اجيش الاقي في سوق العمل ولا اي حاجه من اللي انا شفتها ودرستها بطبقها في سوق العمل. مفيش اي حاجه. كمان اللي هو زي ما بيسموه الحشو. ان هو مثلا انت بتديني المعلومه دي ليه؟ المعلومه دي هتفيدني في ايه؟ عايزين نبقى محددين اكتر. عايزين احنا في مناهجنا حاجات بطلنا نشتغل فيها من 100 سنه فاتوا. دي فايدتها ايه؟ دي من الحاجات الكتير. ثانيا تطرقنا برضو ليه الطالب بيغيب من المدرسه. يعني احنا شفنا من جهتين، المعلم سال الطالب ليه بتغيب من المدرسه، والطالب قال له ليه انا بغيب عشان كذا وكذا وكذا. ليه بتعتمد على الدروس الخصوصيه؟ لا، عشان انا مش متوفر لي. ده سؤال لسه هسالك عليه. الدروس الخصوصيه في طلبه كتير بتعتمد عليها وما تروحش مدارس، وفي مدرسين كتير بيعتمدوا عليها عشان حالتهم الاقتصاديه. وصلتوا لايه في المؤتمرين فيما يخص دروس الخصوصيه تحديدا؟ لانه دي بتاخد ميزانيات كبيره جدا من الاهل، ودايره كبيره ما احناش عارفين نحلها لغايه دلوقتي. كان هو طبيعي، ده اساسي اكيد اتكلمنا عنها، حكايه الدروس الخصوصيه، ان هم الطالب قال انا اللي انا بحتاجه ما بلاقوش في الفصل. اولا المدرس، انا اقول لك من الجهتين، يعني انا اقول لك وجهه نظر ده وجهه نظر ده. تمام. الطالب قال اللي انا بلاقيه ما اللي انا عايزه ما بلاقوش مع المدرس. المدرس بيقول لا، الطالب بيبقى واخد الدرس قبل كده في الاجازه، فبالتالي ما بيبقاش عنده قابليه انه ياخده مره ثانيه، انه هيبقى معلومه مكرره بالنسبه له، فبالتالي ما عندوش الانفعاليه. يعني شاف الاسئله دي قبل كده، شاف الدرس شرحه بالتالي قبل كده، فليه يعني؟ فبالتالي ما بيبقاش انفعاله او استجابته مع المدرس كبير. طيب، من اكبر مشاكلنا في المناهج هي الحفظ ولا الفهم؟ واحنا عندنا الحفظ يعني اللي هو هايل، احفظ بس نادرا ما بتلاقي فهم. لما ناقشتوا في الحكايه دي وصلتوا لايه؟ خصوصا انه حتى اسلوب الاسئله نفسه يعني بره المالتيبل تشويس، مش بيعذبك عشان لازم تكون حافظ الاجابه، بس على الاقل تشغل عقلك. صح. وصلتوا في ده لايه مع الطلبه والمدرسين؟ هو المفروض ان احنا ما نوصلش المعلومه بطريقه تقليديه. يعني ما نخليش الطالب يجبر ان هو يحفظ، لا، انا ممكن ابسطها لك بدايه كده تفهم ليه حصل الحاجه دي، فبالتالي هتلاقي سبتت في دماغك بالانشطه بالطرق الحديثه ايا كان. تمام. ده اللي اتفقنا. طب يعني المدرسين اقتنعوا؟ هو المفروض المؤتمر لسه النهارده ثالث يوم، يعني احنا قاعدين هنا دلوقتي والمؤتمر شغال لسه في المكتبه، النهارده اخر يوم. فالمفروض اللي حضرتك بتتكلم فيه ده اليوم بتاع النهارده، اللي هو في حد النهارده دكتور من كليه التربيه وحد متخصص قوي هيتكلم مع المدرسين في خريطه المنهج، وازاي المنهج يصاغ بشكل باستراتيجيه تتماشى مع الطالب، وازاي المنهج يعني يصاغ كده بطريقه التعلم النشط او التعلم التفاعلي اللي هو بينه وبين الطالب، فيخلي الطالب يحب المنهج اكتر. ده لسه ان شاء الله هيتناقش النهارده في المؤتمر. بشكركم وبتمنى لكم التوفيق. سعاد ابراهيم، مسؤول لجان فريق حياتك حياتنا، واستاذ جهاد عبد الغني، مسؤول المؤتمر التربوي الثاني. بشكركم وبتمنى لكم التوفيق. وبختم كلامي اقول انه المجهودات الشبابيه والمبادرات الشبابيه والمبادرات الاهليه شيء جميل جدا، لكن اللي بيعملوه الشباب دول ده دور الدوله اصلا على فكره، وهي اللي المفروض ان هي تقوم بده، وهي اللي المفروض تشوف ازاي تطور العمليه التعليميه وتشوف الدنيا بره بتعمل ايه وتطبقه عندنا، عشان مش ممكن هنبني مستقبل من غير تعليم مظبوط. فقراتنا مستمره بعد الفاصل، تابعونا.